شوف بعض الفيديوهات اللي سربت من التحقيقات مع عهد التميمي واللي بتؤكد اللي قاله والدها من التحرش اللفظي بيها. أنا بشوف عون عجب بالدنيا كمان أختي زي الغدينة وعيونها زي عيوني وزي شكلها بيضة زيك عجب لما تروح باخر زي همبرجر لما تروح باخر أنت كمان بالشمس عجب كيف أنت بالشمس زي أختي أحمر كل المنطقة القانون إسرائيل القانون الجيش القانون إسرائيل القانون الجيش ولازم تسمعي القانون انت وكل العائلة. مش عارف هو بيتكلم عن القانون الإسرائيلي في كل منطقة هو يقصد بس داخل فلسطين المحتلة ولا أوسع من كده، لأن الحقيقة لو كان يقصد أن القانون الإسرائيلي لو بيحكم المنطقة من محيطها الخليجة فهو ليس بكاذب. دي نقطة مهمة جدا وحقيقية جدا جدا جدا. القانون الإسرائيلي الذي يحكم المنطقة كلها بيغير عروش ويسكن ناس ويجيب ناس مكان ناس ويجيب ناس ما تستحقش ويقلب ناس على ناس ويحط ناس ضد ناس. قانون إسرائيل الذي يحكم المنطقة. أنا ما دخلتش في نيته لكن هي الجملتين يمشوا إن القانون الإسرائيلي هو اللي بيحكم داخل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، وأيضا القانون الإسرائيلي هو الذي يحكم من وراء ستار شفاف جدا المنطقة العربية من محيطها الخليج، عشان بس يعني نكون أمينين، وده بدون أي قدر من المبالغة ولا من التجاوز.